أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا
نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر قال هذا من فضل
ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قالت إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلم غريب مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما قف على قبر فاطم بالبقيع بعد مسق الحشا وسكب الدموع وتذكر أذية القوم فيها وابك حزنا وعجب قبر الشفيع قف به وقفة الحزين ولكن لابسا بردتي تقى وخضوعي واشكو ما نال بنته من كروب مفجعات تشيب رأس الرضيع قل له أيها النبي شكاة لك عندي مصحوبة بدموعي إن تلك التي على بابها الأملاك تبدي الخشوع بعد الخضوع قد أحاطوا بالدار منزلها السامي بتطهيره بشان رفيع أسقطوها بالباب محسن عصرين بعد تأليمها بكسر الضلوع فعدت خلفهم تجر من الصون ذيولا جيوبها من دموعي ودعت فيهم أن ارجعوا لي ابن عمي يا علي يا علي أو لا أشكو إلى المجيب السميع صاحت تعرفوني أنا مهجة المختار عمل الثمود اليوم نزلها بهل ديار خسف وزلازل لا تخلوا لي الكرار كسرت وضلوعي وروعت السبط وين مدت على الهام اليمين ورجت الكون ونت شعبتك القلب ونت المحزون ورفرف عذاب الله وغدوا كلهم يموجون ما حد بقى غير الوصي وسلمان واثنين
حيدر يقل روح للزهرة يا سلمان وقلها يا بنت المصطفى خيرة النسوان تدرين أبو إبراهيم رحمة من الرحمن لازم يا زهرة على الهضوم كله تصبرين إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم اجوا جماعة من بني إسرائيل وذلك بعد وفاة موسى بسنين طوال خرج بهم موسى من مصر إلى فلسطين فكانت لهم العزة والغلبة بموسى بعد أن كانوا أذلاء يقتلهم فرعون ويستحيي نساءهم انتقلوا إلى فلسطين صارت لهم الغلبة مات موسى وقبله هارون ومات وصي موسى يوشع بن نون فانقلبوا على أعقابهم وخالفوا سنن الله عز وجل وأكثروا من الذنوب والمعاصي فأذلهم الله وفي الرواية كيفما تكونوا يولى عليكم مرت بهم الأيام فسلط الله عليهم ملكا طاغيا ظالما فكان يؤذيهم ويخرجهم من ديارهم ويسلبهم أموالهم اجوا لهذا النبي يقال أنه شمعون وقيل اسمه أشموئيل قالوا يا نبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله نريد فد ملك يقودنا وعنده لياقة وعنده كفاءة وقدرة حتى نقاتل هذا الملك الظالم هذا النبي يعرفهم لأنه إسرائيل ما عندهم كلمة لا يوثق بهم قال هل عسيتم وإذا الله بعث لكم هذا الملك لازم تقاتلونه يا هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا يا لولا وما لنا ألا نقاتل ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا مضطهدين مظلومين بس ننتظر الإشارة من ملك محنك قادر على أن يدير جيشه ونحن نتبعه ونقاتل في سبيل الله قال لهم ما يخالف عهد قالوا نعم عهد فرفع عيد هذا النبي ودع الله ودعوة النبي مستجابة في قرية نائية في الشام كان هناك شاب مفتول العضلات ذكيا فطنا نبيها طويل القامة يرعى أغنام أبيه فرت تلك الأغنام من بستان أبيه وانتشرت في البر فصار يبحث عنها ويقتفي أثرها هو وصاحبه وهو يمشي يبحث عن هذه الأغنام مر على قرية أو مدينة صوف فقال لصاحبه هذا الشاب قال له هذه مدينة نبي الله أشموئيل دعنا نمضي إليه ونزوره سبحان الله دخل هذا الشاب فلما رآه النبي استبشر قال أنت طالوت قال بلى ما الذي جاء بك إلى هنا قال غنيمات لأبي قد فرت فجئت أقتفي أثرها قال دع عنك غنيماتك لقد رجعت الآن في طريقها إلى بستان أبيك رجعت إلى قريتك تعال إن الله اصطفاك واختارك لتكون قائدا على بني إسرائيل أخذ من إيده وجابه رفع إيده قدام بني إسرائيل قال لهم إن الله اصطفاه إن الله وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا تفتوا مساع بالبداية شنو قلنا هم من إجوا طلبوا من النبي قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا انت يا نبي ابعث لنا ملكا
هو من جاوبهم جاوبهم بطريقة ثانية، قال إن الله قد بعث لكم طالوت. ترى هذا الاختيار مو من عندي، الاختيار من وين يصير؟ من الله، مو أنا أختار. دقيق جدا القرآن الكريم، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ما عجبهم، قالوا أنى يكون له الملك علينا. التفتوا شافوا له، شافوه فتشاب مغمور ما معروف، فقير، لا من عائلة لا حسب لا نسب. قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. هذه مقاييس البشر، هل عند عائلة أو قبيلة أو ثروة حتى نقدمه علينا؟ شوف التأكيد الأول، ثلاث تأكيدات بالآية أن الاختيار والاصطفاء من الله مو من البشر. أولا قال لهم نبيهم إن الله قد بعث، أي واحد. تالي قالوا أن يكون له الملك علينا، رد عليهم النبي قال، قال إن الله اصطفاه عليكم وآتاه بسطة في العلم والجسم. بعد الثالثة والله يؤتي ملكه من يشاء. ثلاث توكيدات أن الاصطفاء إلهي، أن اختيار القيادة والولاية تكون من الله عز وجل. بيّن لهم عند ثلاث أمور رشحت بأن يكون هو الأفضل هو القائد. واحد، بسطة في العلم، عقلية عبقرية، قدرات عقلية مو موجودة عندكم. اثنين، بسطة في الجسم، جرأة وشجاعة. وفوق هذه الثلاثة أن الله اصطفاه وهو الاختيار الإلهي. هسه الله ليش يختار؟ بكيفه، سنة الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إنزين، هم اقتنعوا، قالوا نريد آية دليل وإثبات من عندك أيها النبي بأن هذا اختيار إلهي. قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. علامة صدقي أن هذا التابوت بعد غياب طويل سيرجع لكم. شنو قضية التابوت؟ تابوت إخواني هذا نفسه الصندوق الذي وضعت أم موسى، وضعت موسى فيه وألقته في اليم، راح إلى قصر فرعون وبقي مدة هذا الصندوق في قصر فرعون، طلع موسى وجاب ويا بني إسرائيل إلى فلسطين، وضع فيه الألواح وبعض ممتلكاته وبعض ممتلكات هارون، وبقي عند بني إسرائيل حتى وفاة موسى وبعد وفاة موسى. وكانوا يتفاءلون فيه خيرا، يعني في الحروب كانوا يرفعون هذا الصندوق التابوت أمامهم، لكن بسبب انحرافهم وطغيانهم فقدوا هذا التابوت وضاع من بينهم، يعني خسارة كبيرة بالنسبة لهم. هذا النبي قال لهم أنتوا افتقدتوا هذا التابوت من سنين طوال، آية ملك طالوت هو أن هذا التابوت يرجع لكم. يقول بعض المفسرين أيام وإذا بملائكة تجر هذا التابوت جاءت به إلى مدينة صوف. بعض المفسرين قالوا لا، شافوا بقرتين يجرون هذا التابوت إليهم، فتيقنوا واستوثقوا أن طالوت فعلا مختار من الله عز وجل. طيب، اللي يريد يطيع الوصي لابد أن يمر بامتحانات، اللي يريد يتبع الوصي والمصطفى من الله عز وجل لابد أن يمر بامتحانات. طالوت أخذ القيادة، عرض بني إسرائيل لثلاثة امتحانات، غربلهم ثلاث مرات. المرة الأولى قبل أن يخرج بالجيش قال لهم لا يلحق بي إلا من كان مخلصا لله فقط، يعني طالع يقاتل في سبيل الله، أما من انشغل عقله بعمارة أو تجارة أو أرض أو بناء أو دنيا فلا يلحق به، فتخلف عنه كثير. أي واحد مشوا يوم يومين، كضهم العطش، أخذهم الحر، الشمس محرقة، مروا بنهر رادوا كلهم يروحون يشربون، التفت لهم طالوت قال لهم لا، اختبار من الله، قال لهم ممنوع أي واحد يشرب من هذا النهر، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. يعني اللي يريد يشرب يأخذ لغرفة واحدة بس يشرب بدون ما يرتوي، يحمي نفسه من الموت، اللي يرتوي يرجع خسر بالامتحان. فشربوا منه إلا قليلا منهم. هاي اثنين اتغربل الجيش، كثير منهم رجع إلى بلده. بقى الامتحان الثالث، اجاوا واذا بهم يرون جالوت
وجنوده، جيش جرار وجالوت الطاغية اللي أرعبهم برمجهم على الخوف طيلة هذه السنوات، لما شافوه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما نقدر. فتخلف منهم كثير ولم يبقى مع طالوت إلا 313 واحد فقط. هذا 313 عدد له سر، الله أعلم ما هو سره. أنصار رسول الله، جيش رسول الله في بدر 313، وأنصار صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه إذا خرج أيضا 313. بقت هال 313، وقال الذين يظنون أنهم هؤلاء ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، عفوا، يظنون بأنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وقال الذين يظنون، هنا مو بمعنى يعني يشكون، لا، متيقنين أنهم سيلاقون. هنا الظن تأتي بمعنى اليقين في القرآن. لذلك تقرون في سورة أو في آية يونس عليه السلام، فظن يونس أن لن نقدر عليه، يعني تيقن وتأكد أن الله لن يقدر عليه، يعني الله لن يضيق، فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه، تيقن أن الله لن يضيق عليه رزقه. هنا يظنون أنهم ملاقوا الله، كانوا متأكدين أن هناك آخرة وأن هناك إله عادل. سبحان الله، شاءت إرادة الله عز وجل أن يبرز جالوت وينادي هل من مبارز، فيخرج شاب في مقتبل العمر وهو داود عليه السلام، فيقاتل جالوت ويصرعه. فلما رأى الجيش، بعد ما صار قتال ولا اشتبكت الأسنة ولا الرماح، فلما رأى الجيش جالوت يقتل أمام عينيه فروا وانهزموا، هزم الجيش وولوا الدبر دون أن يكون قتال وسلاح ودماء. هذه إرادة الله عز وجل. هذا الرجل اللي كان مرعب بني إسرائيل تم القضاء عليه دون قتال. لاحظ هذه القصة تتكرر كثير من مواقفها ومن معانيها ودروسها في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين. عندما نشوف في كتب المسلمين كثيرا ما يوصي رسول الله بعلي، يرفع عيده في غدير خم، ما قام في موقف ولا جلس في مكان ولا سافر ولا رجع في حله وترحاله إلا وأوصى بعلي بن أبي طالب. المسلمون أمام هذه الرواية ما قدروا ينكرونها، موجودة في كتب المسلمين، ما أنكروها ولكن أولوها. يعني من حط سؤال، لماذا أكثر رسول الله من وصايا في علي بن أبي طالب؟ ثلاث آراء عندنا. رأي قال أكثر من وصيته بعلي بن أبي طالب من باب أنه رحم، ورسول الله بشر والبشر يحب رحمه، كل إنسان قبل لا يموت يقول للناس ترى ديروا بالكم على عيالي إخواني عائلتي عشيرتي، وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله، فطبيعي أنه يوصي به. هذا رأي. رأي ثاني يقول لا، رسول الله من باب القرابة، الله أوصى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، علي بن أبي طالب قرابته، فمن طبيعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستجيب لندائي، يستجيب لنداء الله عز وجل فيوصي بعلي بن أبي طالب. هي اثنين. الرأي الثالث وهو رأي مدرسة آل البيت يقول لا، توفرت في علي بن أبي طالب ثلاثة أمور. أولا، هذا التوصية مو نتاج اختيار رسول الله، إن الله بعثه إليكم، مو رسول الله هو اللي بعثه، الله اختاره، اصطفاء إلهي واحد، آتاه بسطة في العلم والجسم أيضا، أقضاكم علي، أشجعكم علي، أعظمهم علي بن أبي طالب عليه السلام، توفرت فيه مواصفات الاصطفاء والأفضلية فاختاره رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني بغض النظر لو كان علي بن أبي طالب من بلاد الهند أو بلاد السند لأوصى به رسول الله، لو كان بينه وبين رسول الله رحم أو لم يكن لأوصى به رسول الله، لأن الملاك هو ملاك الكفاءة، توفرت فيه الكفاءة، وهذا دفع فيها أمير المؤمنين ثمن غالي، لأن المسلمين كبني إسرائيل أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، أنى يكون لعلي الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ليش علي هو مفضل علينا؟
لماذا تفضل علي وتقدمه علينا وتوليه الخلافة من بعدك؟ هذه إرادة الله عز وجل. لذلك أمير المؤمنين دفع ثمن هذه الخلافة ووصايا رسول الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم غاليا. لما رفض القوم هذه الوصية ولما طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتوني بدوات وكتف، فقال الرجل قد غلب عليه الوجع. هنا بدأت المأساة، بدأت نتاج رفض القوم لوصاية علي بن أبي طالب بأن أحرق باب الدار في ذلك اليوم، وهجموا على دار فاطمة الزهراء عليها السلام. سلمان يقول يجي للسلين يقول دخلت للمدينة شفت الناس تبكي بذاك اليوم، قلت لهم صار رسول الله توفى وصلي الخبر. قالوا لا، أكو مصيبة ثانية بعد. أي مصيبة هذه؟ قالوا اسأل سلمان. فجئت أبحث عن سلمان، رأيته يحرث في أرضه وهو يبكي، شبيك يا سلمان؟ وهذا الشاعر ينظمها، قال سليم قلت يا سلمان، قال لي ما تدري يا سليم ايش صار؟ قد دخلوا ولم يك استئذان. فقال اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري. سوت فاطمة؟ قال لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب، فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفسي أن تموت حسرا، تصيح يا فضة أسنديني، فقد وربي أسقطوا جنيني. سليم مو هذا اللي أذاني، الموقف المفجع أني رأيت علي بن أبي طالب يقاد بالحبال، يهرول معهم إن هرولوا ويبطئ إن أبطأوا. سليم حدثت نفسي قلت عجيب، هذا علي الكرار، هذا علي البطل، قال عباب خيبر أهكذا يقاد بالحبال؟ يقول أنا أحدث نفسي، التفت لي علي بن أبي طالب بعينين حمراوين، قال يا سلمان أتعجب من أمري؟ انظر ورائي سترى الأعجب والأعجب. يقول التفتت شفت شلون منظر، شفت فاطمة إيدها على ضلعها تعثر على وجهها وتقوم أخرى وتنادي خلوا عن ابن عمي أو لا أكشف للدعاء راسي. إلى أن بعد طاحت الزهراء، فلان رجع لها ولكزها بنعل السيف على ضلعها المكسور، ما صار عدها قوة، توجهت إلى قبر رسول الله وراه طلعيت ولها وحزينة. ويا وراه طلعت ولها وحزينة، لا وين لا وين لا وين نصيحا ما أخذينا. بويا لما يهن لما يهن لما اللي محن المشرك بدينا بدينا، بويا ردني وسطر عيني بيمينا، وامر على رذال المدينة تقود الفحل يثن عرينا. بويا قادوه راسه مكشفينا. ذاك اليوم فاطمة أخذها أمير المؤمنين وقعدت عند قبر رسول الله، صار ينظر إليها، شافها تأخذ من تراب القبر وتشمه وتنادي أبا يا رسول الله، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا ليالي أبا كسروا ضلعي، لطموني على وجهي، أسقطوا جنيني يا رسول الله،
راحت الأيام وإجت سبحان الله، وإذا بمرأة ثانية شبيهة فاطمة الزهراء لابسة عباية فاطمة وقاعدة عند قبر رسول الله، لكن ما اشتكت، ما قالت يا رسول الله كسروا ضلعي، قالت يا رسول الله لكزوني بنعل الرمح على متني، ضربوني بالسياط على ظهري. أنا مشيت، أنا مشيت درب المامشيت، وذباح أخويا رافقيت، والله رافقيت، يا كل ما صحت خويا ونخيت، يا شتم والدي وانكر وصيت. تالي قامت راحت قعدت على قبر فاطمة الزهراء، خلت قميص الحسين على القبر، يما أنا توني رجعت يما المدينة، وجيت أرد أزورك يا حزينة، أترجعت يا يما الحنونة، يا الحنونة لا تسألين عن حسين وين، يما عالرمح راسه شايلين، وبالحوافير صدر مرض رضينا. فاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي. يا الله إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. إلهي اقضي حوائج المحتاجين، أدي دين كل مدين، رد كل غريب إلى وطنه سالما غانما، عجل في فرجي مولانا صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يده. وإلى روح المرحوم محمد حسن آل رحمة نهدي ثواب هذا المجلس الشريف إلى روحه، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهداها إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين والمستمعين والمؤسسين تسبقها صلوات. اللهم صل على محمد.